الاثنين النهارده الثلاث، النهارده الثلاث كام؟ الثلاث كام؟ الثلاث 22 يونيو. فرضنا معكم بالامس باللمسات الاخيره لصفقه الاهلي الاولى الرسميه، وهي صفقه انضمام كريم فؤاد الى النادي الاهلي، باك رايت نجوم المستقبل المعار الى نادي انبي. وكان هناك شرطا جزائيا او شرطا او بندا يسمح لنادي انبي بشراء اللاعب مقابل 15 مليون جنيه والانتقال مباشرة، وكان هذا الشرط مفعلا حتى نهاية شهر مايو الماضي، لكن إدارة نادي إنبي لم تشتري اللاعب نظرا للأزمة المالية التي تمر بها كل الأندية المصرية والعالمية جراء كورونا. وكنت أنا منفرد معاكم أن الصفقة دي هتبقى الصفقة الرسمية الأولى للنادي الأهلي. امبارح قلت لكم اللمسات الأخيرة لهذه الصفقة الرسمية. النهاردة فاجأنا اليوم السابع الزميل محمد عراقي أن الصفقة تمت وأن لديه تفاصيل نشرها. تواصلت مع بعض المسؤولين عن هذه الصفقة. أنا طبعا كان عندي الانفراد من امبارح وقلته لكم أن احنا اللحظات الأخيرة في صفقة الأهلي الأولى، اللحظات الأخيرة في صفقة الأهلي الأولى. ورغم كده ما حبيتش اقول انها تمت، لانها حتى الان لم تتم بشكل رسمي. ايه الحكايه؟ حكايه ان حصل اجتماع ضم امير توفيق والاستاذ محمد امير توفيق مدير التسويق في النادي الاهلي، الاستاذ محمد الطويله رئيس مجلس اداره نجوم المستقبل، شادي محمد الطويله مدير التسويق في نادي نجوم المستقبل، جون ادوارد وكيل اللاعب كريم فؤاد. وتمت القعده وتم الاتفاق فيه على انتقال اللاعب. كان القعده هدفها واحد، اعلان اللاعب رغبته لإدارة نادي نجوم المستقبل هو الانضمام للنادي الاهلي. اثنين، الاتفاق على المقابل المادي للنادي. ثلاثة، ابداء اللاعب رغبته في الانتقال الى النادي الاهلي وعدم فتح اي حوار حول قيمة المقابل المادي اللي سيحصل عليه جراء الانتقال الى ادارة نادي الى النادي الاهلي. وده اللي حصل بالظبط أن النادي الأهلي أمير توفيق حصل على رغبة اللاعب بشكل رسمي، وده خلى الأستاذ محمد الطويلة يصرف النظر على أي عروض أوروبية أو عربية أو حتى محلية للحصول على خدمات كريم فؤاد. أساسا هو باك رايت، لعبه كابتن حلمي طولان في نادي إنبي باك ليفت، وبيلعبوا هاف ليفت، وبيلعبوا ديفندر. هو لاعب نموذج ومتكامل لا يقل ابدا في مهاراته وامكاناته وقدراته عن احمد فتحي ظهير الاهلي السابق المنتقل الى نادي بيراميدز في عز مجده. حاضر يا جماعه، موضوع عمرو الدردير وكلاب هاوس هتكلم فيه، بس احنا بنتكلم في النادي الاهلي. حاضر، وده مش موضوع مهم، يعني عندنا صفقات واخبار مهمه عن الموضوع ده، يعني كل التايم لاين نتكلم عن عمرو الدرديري وكذا، ممكن نتكلم عليه بعد ماتش الزمالك والمقص، لكن عندنا امور تخص النادي الاهلي وصفقات مهم. الاهم دلوقتي نضرب اللايك، لايك وشير وصلي على الزين. وانت بتضرب اللايك قول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حاضر يا استاذ احمد يا مصر، حاضر، بس مش هتكلم دلوقتي برضه، عندي اخبار مهمه خدها الاول. لايك وشير وصلي على الزين، اضرب اللايك يا استاذ احمد، انت والاستاذ محمد جعفر والكوير، اضرب اللايك يا حبيبي. ايوه اضرب اللايك، اللي معانا يا جماعه في اللايف اضرب اللايك، لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير، وعطروا لسانكم كده بالصلاه على سيدنا النبي زي ما بيقول لكم طارق النجدي ورامي طه. نضرب اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واللي مش عامل سبسكرايب لنجم الجماهير على اليوتيوب يعمله، واللي مش عامل لايك لابو المعاط زكي على الفيسبوك او نجم الجماهير يعمل اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ربنا يحفظه، ويبقى موجود اليوتيوب يرشحه لكل الناس. فالصفقه الرسميه دي اللي انا قلت لكم امبارح اللحظات الاخيره من صفقه الاهلي. النهارده اليوم السابع زي ما بقول لكم طلع قال ان الصفقه انتهت رسميا. حتى الان لا اجزم ان الصفقه انتهت رسميا. ليه؟ تواصلت مع جون ادوارد وكيل اللاعب كريم فؤاد. يا جون ما هو الجديد لديك؟ قال لا يوجد أي جديد حيث أنني الآن في برج العرب مع فرقة فاركو.
مع كابتن مجدي عباطي اخت حتى خد كلمه، كلمت كابتن مجدي عباطي وقال احنا في التمرين والحكايه والروايه وبنلعب. فالفكره عشان المنافسات اللي موجوده في الصعود الى الدوري الممتاز وباقي لهم مباراتين وبينافسهم حرس الحدود وفرق 3 بونت وحكايه وروايه، فانا لا موجود. طب ما الجديد؟ الجديد هو ان البعض علم بما نشرناه نحن وقلنا وذكرناه بالامس، فحب يسبق خطوتين قدام، يقول لك الصفقه تمت رسميا. الصفقه تمت رسميا باعلان اللاعب رغبته بالاتفاق على المقابل المادي وهو 15 مليون جنيه، رغم ان الاستاذ محمد ضوئي قال لك نحاول نجيب مبلغ زياده، بالحصول على 10% من اعاده البيع، بالامور زي ما قلت لكم امبارح ان محمد بيت طويله قال لي ان خلاص امير توفيق هيرجع له بموافقه الكابتن محمود الخطيب بعد ما يرجع. رجع الكابتن محمود الخطيب قعد مع امير توفيق ابلغه ان الصفقه على وشك الانتهاء، على وشك الانتهاء. تقدر تقول يعني خلاص قطعنا 99% من الصفقه، باقي الاستغناء عن اللاعب والتوقيع الرسمي على عقود بيع كريم فؤاد للنادي الاهلي، لان هذا لم يتم حتى اللحظه دي، حتى اللحظه اللي انا بكلمك فيها كريم فؤاد ما راحش بالعقود لمحمد الطويله يمضيها، لكن الصفقه تمت. الصفقه تمت. هتيجي بتقول لي ممكن يبقى فيها تراجع، اقول لك اراده اللاعب ورغبته هي الانضمام للنادي الاهلي، وده اللي اكد عليه جون ادوار في الاجتماع. اللاعب لم يطلب اي مبالغ ماليه ولم يطلب اي مقابل، بل قال لهم لو في اي ازمه في المبالغ الماليه تتخصم مني، تتخصم مني وتروح لمين؟ لنجوم المستقبل. لم يتفاوض جون ادوارد على المقابل المالي الذي سيحصل عليه كريم فؤاد، ولم يكن للاعب اي طلبات، حلم اللاعب ورغبته والانضمام للنادي الاهلي. طب وانا بقول لك كده هتقول لي يعني هو في لاعب بيعمل كده؟ اقول لك في لعيبه بتعمل كده كتير محترمه، بتبقى فاهمه وواعيه، بتبحث عن ارقام قياسيه، بتبحث عن بطولات تحطها في السي في لنفسها ولتاريخها ولاولادها من بعده، ان هم يتفاخروا بان اباهم كان لاعبا في النادي الاهلي وفاز ببطولات كذا وشارك في بطولات كذا. طيب امير وكريم فؤاد عارف انه هيتعامل معامله زملائه في المنتخب الاولمبي. يعني هو مش رايح وعارف مثلا لا زي هيتعامل زي طاهر محمد طاهر، زي اكرم توفيق، زي احمد رمضان بك، نظام الاربعة مليون والخمسة مليون، دول مرحلته السنيه هيتعامل زيهم، فهو راضي باللي هيتعامل زيهم، راضي بهذه المعامله، معامله نفس زملائه في المنتخب الاولمبي. الصفقه تمت بنسبه 99%، يبقى التوقعات فقط، ويرجع امير توفيق بالعقود واللاعب يوقع. اللاعب خلص، خدها مني انا، اللاعب خلص ومضى على بياض. لكن امير توفيق يقول الصفقه تمت امتى؟ لما كل حاجه تخلص. والاهلي يعلن عنها امتى؟ مش دلوقتي، يا هيعلن عنها بعد مباراه الترجي يوم السبت. انا بكلمك التلات، الاهلي مش هيعلن عنها لا بكره ولا بعد، الاهلي هيعلن عنها يوم الحد، يوم الاثنين، هو مزاجه بقى وقت ما يبقى اليوم رغب. لكن كريم فؤاد هو اللاعب المصري الوحيد المرشح لارتداء الفانيلا الحمراء في الموسم المقبل، الصفقه الوحيده اللي بيخلصوها. طب يا عم ابو المعطل، الاهلي بيخلص بدري ليه؟ يقول لك يا خير البر عاجله. وبعدين هو انت ناسي ان ان الاسامي اخر ميعاد لها 15 اغسطس في القائمه الافريقيه، وان تحديد الانديه اخر ميعاد لها 30 يونيو، عاوز يرتب اموره في افريقيا. والكاف النهارده اعلن عن المواعيد بتاعته، قال لك القائمه 40 لاعب، وقال لك ان بدايه الادوار التمهيديه 10 و11 و12 سبتمبر اللي جاي الدور 64، وان الدوري المصري بينتهي 26 اغسطس، ولازم ارسال اسماء الانديه المرشحه للمشاركه في دوري الابطال وفي الكونفدراليه في موعد اقصاه 26 اغسطس. القيد في مصر هيفتح، المفروض يفتح بعد نهايه الموسم، والموسم 26 اغسطس، والاتحاد الافريقي قال لك مد القيد الى 15 اغسطس، يعني هنبقى بنلعب ولسه والقيد قفل فين؟ في افريقيا. فعاوز يخلص اموره بدري بدري، وان التبديلات هتبقى 5 لاعبين كما هي، وهيبقى على الدكه 9 مش 7 مثل ما كان هذا الموسم، والنهائي هيكون ما بين 22 الى 29 مايو 2022. فبالتالي الاهلي عاوز يخلص صفقه كريم فؤاد وكل صفقاته قبل هذا الموعد باذن الله تعالى. فبنسبه كبيره جدا خلاص يعني اعتبر صفقه كريم فؤاد في النادي الاهلي، لكن باقي التاتش الاخير،
يرجع كريم فؤاد ويمضي، هل رجع ومضى من محمد الطويلة؟ لسه ما رجعش، لكن تم الاتفاق على كل شيء. واهم شيء في الموضوع ده لازم الجميع يدركها، وهي رغبة اللاعب، وهي ما اكدها جون ادوارد، كما اكد لي جون ادوارد ان كريم فؤاد سيرتدي الفانيلة الحمراء في النادي الاهلي الموسم المقبل باذن الله. والاهلي صاحب اختيار التوقيت للاعلان عن الصفقة وتفاصيل. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. الناس بتسألني احمد سمير طلع الجيش اخباره ايه؟ حتى الان ما فيهوش تحرك ايجابي، في كلام، في كلام، لكن ما فيهوش اعداد ولا تخليص. لكن الاولوية لكريم فؤاد، ليه؟ باك رايت نموذجي وعصري، وهو الباك رايت الاساسي في المنتخب الاولمبي، والبديل بتاعه كريم العراق. يبقى انت خلاص خدت اللي انت عاوزه، خدت اللي انت عاوزه، خدت وبعدين ايه؟ الموسم ده بيلعب باك ليفت، لكن الاهلي مش جايبه عشان يلعب باك ليفت، لكن في الضروره يلعب لك الباك ليفت، ويلعب لك الهاف ديفندر، ويلعب لك الهاف رايت، ويلعب لك الهاف ليفت. لاعب نموذج ولاعب جوكر، وكل طموحاته هي ان هو يبقى، يعني يبقى في هذا عند النادي الاهلي، عند جمهور النادي الاهلي، مثل ما كان احمد فتحي، وان يحطم ارقام احمد فتحي التي سجلها مع النادي الاهلي ومنتخب مصر.